بواقع 44 مفردة تنوعت بين كراسات وبوسترات وملصقات إرشادية واستمارات ل38 ألف محطة اقتراع، مطبعة شبكة الإعلام العراقي تسلم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطبوعات انتخابات مجالس المحافظات بوقت قياسي وبمواصفات فنية عالية المستوى. القائمون على عملية الطباعة أكدوا استخدام خامات ورق وأحبار من مناشئ عالمية رصينة، فضلا عن رزم وتغليف المواد وتعبئتها. أنجزت مطابع شبكة الإعلام العراقي المطبوعات كافة في وقت قياسي جدا، أكملنا كل ما علينا من التزام، وكانت المدة المحددة لنا هي نهاية شهر تشرين الثاني. سلمت جميع المطبوعات إلى مكاتب المحافظات بإشراف لجنة من المفوضين ووفق جداول زمنية معدة من قبل المفوضية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لكل محافظة. المفوضية أكدت إنجاز المطبوعات بجودة عالية تضاهي المنتوج الأجنبي، فضلا عن سير العمل ضمن جداول الزمنية المعدة مسبقا بين الجانبين، ومنح شهادة فحص ومطابقة للمواصفات من ناحية الجودة والكمية والتوقيتات، خصوصا وأنها التجربة الثانية للشبكة في طباعة مستلزمات الانتخابات. عدد المفردات 44 مفردة بين كراس وبوستر وملصق، والجودة جيدة جدا بحيث أنه كانت أنه تضاهي المنتوج الأجنبي. مطابع الشبكة تتم طباعة الوثائق الورقية لانتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم للعام الحالي. المطبوعات سلمت بوقت قياسي ووصلت لمكاتب المفوضية في المحافظات استعداداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي. من مطابع شبكة الإعلام العراقي ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.